نفوز، وجميل أننا لم نخسر، والواقع انتهى على التعادل، لكن اللوح الأجمل والأكمل والأزهى أننا أصبحنا نثق بك كثيرا يا أخضر. 11 رجلا جاءوا من أجل هيبة، 11 رجلا خلقوا لدينا عودة بعد غيبة، 11 رجلا تفانوا من أجلك يا وطن. أثبتتم أنكم في هذا الجيل من الممكن أن تعيدوا ترتيب الخطوات برؤية مهمة وبكل همة. سنقول ل2020 بكم إن استمريتم، نستطيع أن نتزامن بين الفكر والفعل، ونستطيع أن نعطيكم ما تتمنون فقط. وحدوا الألوان وصدروا الأخضر وادعمونا كما كان. اليوم الكل ردد شكرا يا أخضر، عدت والعود أحمد.